بحراوي، بحراوي خد الكرة ويسدد، ويسدد الهدف في وقت صعب جدا. قلت كان هذا هو الحل عن فريق أولمبيك أسفي، يعني كان الفكرة الصائبة للمدرب السيد فرتوت بإدخاله للاعب البحراوي، لأنه كان هو اللي عنده الحل، هو اللي عنده المفاتيح ديال المباراة، كيسدد بين مجموعة ديال المدافعين. هذا مرة لم حراوي نتابع مرة أخرى، يعني من خارج منطقة العمليات كيسدد على الرغم من تواجد مجموعة من المدافعين، من هنا كيسدد.